مرة تانية رجع الجدل حوالين استنساخ أصوات نجوم الطرب في تاريخ مصر بالذكاء الاصطناعي، ولكن المرة دي مش على إيد ملحن ولا منتج. المرة دي تم استنساخ صوت العندليب عبد الحليم حافظ بالذكاء الاصطناعي في أغنية لمؤدي مهرجانات اسمه عصام صاصة، عامل مهرجان اسمه مسا مني ليكو، وتقدم المهرجان بصوت العندليب. كارثة طبعا. الموضوع وصل لورثة عبد الحليم حافظ اللي قرروا ياخدوا إجراءاتهم القانونية، واعتبروا أنه دمج صوت العندليب بكلمات المهرجانات إساءة كبيرة جدا بعد ما حصل استغلال لصورته وصوته في المهرجان. الحقيقة عشنا وشفنا العندليب اللي قدم أرقى فن، وكان هرما من أهرامات الفن المصري، واللي كان كبار الشعراء بيكتبوا له أجمل ما عندهم، يغني كلمات بتقول مسا مني ليكو سلام يا دنيا. كله سابني بقيت لوحدي، دنيا بيني وبينها تحدي، ليه يا قلبي زعل نفسك فترة عادي أكيد هتعدي، كله بيفرح وقته وعاد، كله عايز يشمت فيك من اللي جالك وقت دموعك، قولي مين طبطب عليك، قولي مين طبطب عليك. أنا شخصيا بعد اللي شفته ده أنا كرهت الذكاء الاصطناعي. طبعا حضراتكم فاكرين من كام شهر تقريبا كان الملحن عامر مصطفى فجر قنبلة لما كان بيفكر ينتج أغنية جديدة من ألحانه ولكن بصوت كوكب الشرق أم كلثوم، وقامت الدنيا وما قعدتش، وحصل خلاف في الآراء حوالين الموضوع، وفي النهاية المشروع دخل الأدراج لحد ما يبقى في موقف واضح من هذا الموضوع، ويبقى في وسيلة تحفظ الحقوق الفنية والملكية للمطربين اللي هيتم استنساخ أصواتهم. الحقيقة 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 ده شيء مش يعني مش مقبول على الإطلاق. يعني ده عبد الحليم حافظ لو كان عايش كان مات اليوم ده، اللي يشوف صوته بكلمات أغاني مهرجانات. يعني لا عزاء للمنطق. الحقيقة المنطق زي ما قال سعيد صالح في مسرحية مدرسة المشاغبين ما يحطش منطق خالص. الحقيقة شارو البلياتي ما يضحك، احنا بجد في حالة عبثية. ما يحدث ده مش مقبول، ولا استنساخ صوت أم كلثوم ولا استنساخ صوت عبد الحليم حافظ حتى لو أغاني مش مهرجانات.